شبهك. أم لا تموت. فتح عيونك. لا يكون حدا قرب لك. كانوا هنن شفتن الاثنين. راح اقتلهم. راح اقتلهم. شفت انا هديك الفرسة؟ شفت كيف كانوا عيونها عم يبرقوا؟ شفت كيف هجمت علي؟ لتاني مرة بقرف من حالي. اوف، ان شاء الله لا ترجع للعلاج تبعك. مشي الحال، انسى اخي. عثمان هلا بتنسى بالعرس. ماني راجع معك على العرس. رجعنا لهالحركة. مالي رايح. يكفي تهريج بقى. روح على الدكتور ليكونوا كسروا لك شيء، خليه يفحصك. هلا باخذ دواء وبيمشي الحال. وينه مراد؟ نيمته جوا. انت روح تسطح بغرفتك، انا بجيب لك الدواء. ما بتركك لحالك. الباب مكسور. هلا بسكر الشباك بشي شغله وبحط كرسي ورا الباب. انا عندي قفل هون بالغرفه. مندبر حالنا الليله. بكره الصبح رح ركبه وبيمشي الحال. روح غير اواعي واجي. بعدين بتسطح باوضه امي. انا سمعاني عنه لهالمطعم.
بس كتير حاطين ملح على الأكل. لا الأكل ما له مالح أبدا، هلا حطيت ملح. صحتين وهنا. شوفي أنا خبصت بحكي شي؟ أنا قصدي إنه المطعم غالي كتير. يقطع المصاري وساعتها، بس الحياة ما بتحلى بلاها، الواحد بينبسط بس يكون معه. دوق هالبندورة شو طيبة. حتى الخضرة هون غير شكل ما؟ ايه بتصدق انا اشتقت لطعمة الخضرة هون. رح نقضيها كولا وبس؟ شو يعني ما رح نشرب لنا شي كاس؟ حلوان البيعة شبكم انتو؟ لا ميسر بلوها تشربي تسكري بلاها هلا. تفضل اخي نتعشى وبعدين بنحكي. ماشي خلينا نمشي. اذا الست ميسر حابة تشرب نطلب لها شو عليك؟ إيه لا شوفي مو هدول اللي اشتروا بيوتنا؟ وينهم؟ ليكن طلعوا لبرات المطعم. ايه والله هن شكلهم ما شافونا ما شافونا. لا شافونا لهيك راحوا. هن ما كانوا قاعدين بالمطعم، انا شفتهم فاتوا وطلعوا دغري. الصبح ما كانوا بيعرفوا بعضهم، شو جمعهم هلا؟ شو بعرفني؟ الصبح ما سلموا على بعضهم والمسؤوليات تصاحبوا؟ ما فاتت بعالي هي؟ اي واضحة ما بدها سكر، أكيد بيعرفوا بعض من قبل. لمعي يا ريتك تاكل ولا تحكي أبدا. ليش سكتي وشو اللي ما بدك ياني اسمعه من تمه؟ ما في شي ست مريم، بس عم ناكل يعني لا تفتحوا لنا سيار بلا طعمة. لما شافونا فورا هربوا. ليش خافوا لما شافونا مع بعض؟ شو فيها؟ ونحن شو بدنا فيهم؟ ينباعوا بالعزا، شو بكي ما بتفوتك فايتة؟ من الأول كنت شاكي ليش البيتين ضلوا كل هالوقت وبعدين انباعوا بنفس اللحظة. القصة فيها إدنا. كل هالفترة ما تقدموا لحدا ليشتري البيوت أو يطلب يشوفها حتى. وفجأة طلعوا واشتروا البيوت بيوم واحد. معقول يكون إحسان هاد واحد من رجاله لموني؟ اتصلوا على التليفون وخلونا نجي كرفتي لهون. وليش الجمعة؟ لأنه الجمعة عرس سليم رجدان باسطنبول، حبوا يخلصوا منا لهيك عملوا هالفصل. أنت منين بتطلعي بهالقصص؟ اتركي الأدوية واشتغلي بكتابة القصص أحسن ليك. تنجحي.